يقول: ما رأيكم في من يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ هذا كلام لا قيمة له ولا يصح الأخذ به. يقول السائل: يقول إذا كان ولي الأمر فاسق هل يجوز الدعاء له؟ لو كان يهوديا جاز أن تدعوه، تدعو الله أن يهديه للإسلام. والسؤال الأول من لازمه: لو أن شخص يدعي الإسلام وهو ملحد، وآخر من أهل السنة، وهناك شيء قاسم مشترك في مصلحة لوطنهم، يتفق الملحد مع الثاني ويتعاونان، هذا لا يصح إلا فيما لو دوهمت البلد فاشتركوا في الدفاع عن دخولها. وأما أن يقول بعض الدعاة نتعاون فيما اتفقنا عليه وما اختلفنا عنه نتركه، فهذا عمل غير صالح.